هو انت حكايتك ايه بالظبط يا فندي؟ انا كنت في عزا ابويا، وبعدين دخلت قعدت اقلب في حاجته ولقيت صور قديمه كان هو فيها، معرفش ازاي. بعدين الحمد لله على السلامة يا بطل. هو انا فين؟ انت هنا. هنا فين يا بني ادم؟ واحنا هنا في سنة كام؟ احنا سنة 43. في حاجة يا فندي؟ اهو الجدع ده بيفكرني بتهام. انت عارفة قال لي عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ينكشت. انت مين يا متدلع؟ مين دلك عليا؟ ولاد الحرام حبايبه كلهم. انت متخيل انه بيروح لزمن تاني؟ ده انا يهودي يا ولد. انا بقول نقرا الفاتحة. انا بالنسبة لي اوكي اقرا الفاتحة، انت ايه؟ اصبر يا رب. الواد مش مجنون، هو عارف بيعمل ايه كويس قوي. انا ما بقولش انك مجنون، بس وارد المكنه نعمت شويه. ده اختراع لسه ما نزلش مصر. ودي هتغنيني عن جوزة الطيب؟ انا عايز نسوان، عايز نسوان. مهمه في منتهى السهوله، ننيمهم وناخد ورق اللي هي نصيبكم. انتوا جايين عايزين ايه؟ عاوزين نمشي. والان مع نجمه الاستعراض الاولى الفنانه تيجي. عرفت الانجليز بيخبوا الدهب فين؟ احنا قرينا على اضعف حصان هلال. 100,000 جنيه عند مستر درويش. عجبتك النمره؟ دي جامده طرش. ايه؟ تهبل؟ تخبل. لما تحبي تفضفضي وانا مش موجود، تعالي هنا واكتبي اللي انت عايزاه واعملي صح. بس اسمها ايه بقى اللعبه دي؟ اسمها واتساب. واحد زي ده بيضحي بروحه عشانك ليه؟ انا حاسس ان انا من ساعه ما جيت هنا وانا بشوف الدنيا دي من اول وجديد، وبقول يا ريتني جيت هنا من زمان. بحس ان هو عايز يقول انا بحبك، بس زي ما يكون في حاجه منعاه. انا ضيستي حكى لي كل حاجه، بس ما تخافش سرك في دي. سمعتوا عن واحد اسمه الشبح؟ محدش يعرف عنه اي حاجه. صلاتك عليه. يلا احنا لازم نمشي من هنا، العالم ده مش بتاعنا. تاريخ الانتاج 2022 وتاريخ الانتهاء 2026، ده كده منتهي الصلاحية يا زعيم.